بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا مجموعة من الشباب موجودين في مكان معين وعايزين نتقابل عشان نناقش موضوع معين، وليكن مثلا احنا بنحب مثلا كاتب احمد خالد توفيق وموجودين كلنا مثلا في القاهرة، فعايزين نتقابل نناقش اخر الاخبار بتاعته او اخر كتاب، او مثلا مهتمين بلعبة معينة او مهتمين ببرمجة معينة. يعني مثلا هنقول اللي مهتم بالجافا في مدينة اسكندرية، تمام؟ فبعمل سيرش في موقع اسمه ميت اب، ده بينظم الاجتماعات، بينظم اللقاءات، بحيث ان انت تشوف مين اللي مهتم بالحاجه ديت في المنطقه بتاعتك وتتقابلوا وتتناقشوا. ممكن مثلا ننظم من عليه ان احنا هنعمل سباق درجات من الهرم الاكبر لحد الهرم الصغير، او يعني حد حديقه الحيوان، اي مكان انت تحبه حسب الناس تقرر يعني، تمام؟ فانا اقول له مثلا انا مهتم بالارتس في الدوحه، فيقول لي والله في جروب مثلا مهتم بالحاجات ديت. خلينا مثلا نقول له كمبيوتر مثلا، خلينا نغير الدوحة دي، نقول له مثلا كايرو، كايرو ايجيبت، ونقول له عايز اشوف كل اللقاءات الموجودة. فبيقول لي في كذا لقاء، فاللقاء مثلا اللي انت شايف ان هو مناسب للهواية بتاعتك بتنضم ليه، تقول له جوين فتنضم ليه. فلو في اي لقاء بيبعت لك يقول لك خلي بالك في لقاء في اليوم الفلاني فتقابل معاه، تمام؟ هنتقابل مثلا في المكان الفلاني عشان ننظم السبق. احنا فعلا بنستخدمه عمليا في لقاء خاص في جامعة قطر عن برمجة او عن وضع كود للبيم، تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل انا ميت اب، بتقول له كرييت ا ميت اب، وبتختار المكان، تشينج لوكيشن، تختار المكان اللي انت عايزه، وتختار الموضوع، تمام؟ وبعد كده تختار الاسم، وبعد كده تختار وصف ليه، وبعد كده بتوافق على الاتفاقية، وبعد كده بتشترك. خلاص كده انت خلصت، فبتشوف انت عايز تشترك ليمتد ولا انليمتد، وبعد كده تبدأ تعزم اصحابك وتتقابلوا وتنظموا اللقاءات مع بعض. فهو موقع فعلا احنا بنستخدمه كتير جدا ومنظم، واتمنى الناس تشوف الناس اللي قريبة من الهوايات بتاعتهم في المنطقة اللي حواليه ويبدأوا يتعرفوا على بعض.